كاين واحد السؤال اللي هو مهم اللي بزاف ديال الاشخاص ما استطعوش انهم يجاوبوا على هذا السؤال نهائيا، هو علاش دينا واحد الشخص اللي هو فقير وسولناه وقلنا ليه انت علاش ديناك وحطيناك في واحد المدينه، انت واحد الشخص اللي هو غني بدون ثياب بدون ماوى بدون مال، شكون فيكم اللي تقدر انه يعيش ويعيش الحياه ديالو عاديه وطبيعيه؟ بطبيعه الحال الجواب ديال الفقير غادي يقول لك بان الفقير هو اللي غادي يقدر يعيش، لان الفقير اصلا من الديبار هو مولف بتماره ومولف بالخدمه ويقدر يخدم يقدر يضرب تماره في الوقت اللي الغني ما غاديش يقدر يضرب تماره نهائيا، لان الغني ما مولفش بالخدمه ما مولفش بالتماره، وهذا هو اكبر غلط كيغلطوا الانسان في الحياه ديالو، واكبر غلط غلطوا الفقير، واكبر مفهوم فهموا الفقير بالغلط، لان الغني صديقي الغني ما كيفكرش يضرب تمار نهائيا. راه لاش دينا صديقه واحد الانسان اللي هو فقير وحطيناه مع واحد الشخص اللي هو غني وجردناهم من الاموال ديالهم وحطيناهم في واحد المدينه، اول حاجه كيفكر فيها الغني ما كيفكرش يخدم، كيفكر يدور عليه واحد الجماعه ديال الفقراء وهو يمشي يقلب عليهم على الخدمه وهما يخدموا هو يدي الفلوس، يعني ضروري هو غادي يخلصهم وغادي يدي النصيب ديالو في هذيك التماره اللي ضربوه هما، لانه هو اللي قلب لهم على الخدمة، هو اللي كيبقى مخدمهم، هو اللي كيستثمر بهذوك الجماعة ديالك الفقراء، لأن الغني صديقي ما عندوش العقل ديال التمارة، ما عندوش الدرع ديال التمارة، ولكن عنده العقل ديال التسيير، يعني باش يسير واحد الخدمة ويسير واحد البروجي وتسير هو راه أهم من هذيك التمارة صديقي، لأن الغني ما كيكونش كيفكر غير في راسه، بخلاف الفقير كيفكر غير في راسه، علاش دائما حنا ديك المقولة دائما كنقولوا بأن كنمشي كنضرب تمارة كنجي كنعس مرتاح، الغني صديقي عمره ما كينعس مرتاح لانه ما كيفكرش غير في راسه، كيفكر فيك انت والاخر والاخر والاخر، يعني كيبقى هاز الهم، يعني صديقي انت راك كتمشي كتخدم كتخرج من الخدمه كتنسى الخدمه، في الوقت اللي الغني ما كينساش الخدمه، هو كيسالي الخدمه كيجي للدار هو ناعس وكيفكر شنو غادي يدير غدا والطريقه اللي غادي يسير بها الخدمه ديالو غدا والطريقه اللي يسير بها البروجي ديالو غدا، وهذه هي النقطه المهمه اللي كتخلي الغني انه ما يجلسش واحد المده اللي هي طويله في ذاك الفقر اولا في ذيك قله المال اللي غادي نحطه، لانه ما غاديش يفكر نهائيا انه يضرب تماره، غادي يفكر يخدم عقله، في الوقت اللي الفقير ما غاديش يفكر يخدم عقله نهائيا، غادي يفكر انه يخدم صحته وغادي يبقى يضرب تماره، والعام اللي جا غادي يلقاه مازال كيضرب تماره، في الوقت اللي الغني غادي يخدم واحد الوقت اللي هو وجيز وما غاديش يضرب واحد التماره اللي هي كثيره، وانما كما كنقول الاخوان غادي يحفي مخه. اللي متفق معايا الاخوان يعطينا الاراء ديالو في لي كومونتير، واللي ما متفقش كذلك يعطينا الاراء ديالو في الكومونتير، ومازال ان شاء الله غادي نشوفوا فكره جديده، واعطيونا الراي ديالكم على هذا المحتوى الجديد ونشوفوا فيديو جديد ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.